محمد، نعم، ما تيجي نروح الميرة؟ اشمعنى؟ في هناك عندهم حاجة حلوة كده اسمها رول بالزبيب، اللي 12 قطعة ب12 ريال، او ممكن دونات بالبندق الست قطع ب6 ريال. مفيش الكلام ده، وانا لاقي فلوسي في الشارع. اعملنا ماما صينيه بسبوسه ناكلها، اعملي لنا كيكه بالشوكولاته، انما نشتري ليه؟ احنا ايه فلوسنا؟ دول 12 ريال يا محمد. ايوه، ما انت مش دافع حاجه من جيبك، عشان كده 12 ريال يا محمد. احنا اخر الشهر ومفيش فلوس. مين اللي بيتصل؟ ده المحامي. رد رد بسرعه. الو، السلام عليكم. هي فلوس الورث خلاص جهزت؟ اجي استلمها يعني ان شاء الله؟ خلاص ماشي تمام، يعني كل واحد اخد نصيبه، لسه انا. تمام ماشي، الله يرحمها ننتي، دي كانت ست جدعه والله، سابت لنا كل حاجه، هي بتحب احفادها بقى انت عارف. خلاص ماشي ان شاء الله، باذن الله بكره هشوف حضرتك. خلاص ماشي، مع السلامه. مع السلامه. انت كنت بتقولي عايز ايه من المير حق؟ يلا تروح فين؟ مليني مليني كل اللي انت عايزاه. كنت عايز اعمل مير، مليني كده، مليني الطلبات اللي انت عايزها عشان اروح اجيبها لك. من امتى يعني انت معقوله تطلبي مني حاجه وانا مش هجيبها لك؟ من امتى؟ اطلبي عايزه ايه؟ انا عندي فكره، بلاش تكتب ولا اي حاجه، وديني الميره ولا اختاره تجيبه لي. عينيا الاثنين، شوفي اي حاجه انت عايزاها. لو عايزه تجيبي كل الحاجات اللي في المير هاتيها، انا موافق. المحاماه اللي بتقدري كده تاخدي فلوسك عادي؟ اه عادي. ده في ايه يعني؟ يا ميسر الحال يا رب، يا ميسر الحال. يا بنت انت متجوزاني، اي حاجه تعوزيها دي مسؤوليتي ان انا اجيبها لك. احلمي بس انت كده وانا هحقق لك احلامك. احلم؟ طيب ماشي، انت اللي قلت. بصي اختاري اي حاجه نفسك فيها وانا اجيبها لك. هو رايح فين؟ ايه ده، هو في ايه؟ ده دي بقى من هنا ورايح، ده يبقى العادي بتاعك. اتفضلي يا هاني، اي حاجه نفسك فيها انا اعملها لك، انا عايزك بس تتمني. انت تفتح لي باب العربيه؟ دي اقل حاجه بعد كده اعملها لك. اقل حاجه؟ انت تستحق اكتر من كده بكتير. بس المحامي قال لك فلوس الورث جاهزه صح؟ اه جاهزه. الحمد لله رب. انت بصي انا عايزك تحلمي، شوفي نفسك في اي حاجه نفسك فيها انا اجيبها لك، اي حاجه نفسك فيها اتمني بس. خلاص ماشي، احنا داخلين الميره وهنشوف هجيب ايه. حاضر. اللي انت عايزه، بصي عايزه تملي عربيه اتنين تلاته، عايزه عمال يمشوا وراك بالعربيات، اللي انت عايزه، اي حاجه انت عايزها نفسك فيها هاتيها. ادينا وصلنا اهو بقى، هتخليني اجيب كل حاجه انا عاوزاها ولا تقول لي بقى ده غاليه مش غاليه وما تجيبيش وبلاش؟ هاتي كل اللي انت بتتمنيه، اي حاجه نفسك فيها او ناقصه البيت هاتها طبعا. انا من امتى وانا بتكلم في موضوع الماديات ده؟ هو انت الفلوس بتاعت الورث اللي هتجيبها معاكي وانت جايه هتجيبها معاكي دولار ولا مصري؟ انا بقول اجيبها دولار احسن عشان الوزن. احنا كده جبنا فطين ومصليه ولعبتين اطفال، وجبنا ليمون وطماطم وجزر وجبنه بتنجان كمان. يلا عشان نشوف بقى ايه بقيه الحاجه اللي احنا ما جبناهاش عشان نجيبها. هو احنا كان عندنا ايه في البيت وهنكمل عليه باللي انت بتجيبي ده؟ تقريبا ما كانش عندنا اي حاجه في البيت غير ازازه ميه. يا محمد نجيب ونصرف براحتنا، بكره الورث يجي ويعوضنا عن ده كله باذن الله. لما الفلوس دي تيجي نقوم قاسمينها نصين، نص اشتري بيه الشركه اللي انا شغال فيها، والنص الثاني افتح شركه استيراد وتصدير واستورد منتجات من الصين في حاويات وابيعها هنا في قطر. ولا يهمك يا محمد، انا واثقه فيك وعارفه ان انت هتنجح. كده جبنا ايه؟ دوناتس وشوكولاته وعصير واندومي وكورن فليكس، وجبنا ايه كمان؟ اه جبنا نسكافيه، استنى، جبنا شوكولاته كيت كات كمان اللي انا بحبها. هات لنا ريد بول بالمره كمان. يلا اجيب واحده؟ لا هات الباكت على بعض، واحده ايه وبرينجز. طب مش الحاجات اللي احنا جبناها ديت كتير شويه وزمانها بمبلغ وقدره؟ ولا يهمك براحتنا، انا هعوضك بكره بالورث اللي انا هاخده، انا هنغنغ. انا ما اقصدش، بس قصدي ان احنا لحد دلوقتي مالنا يطلع اتنين او تلاته ترولي، كفايه كده. محمد ايه رايك نجيب ربع بطيخه بس عشان نوفر؟ ربع بطيخه ايه؟ انت هتهزري ولا ايه؟ انت بتكلمي واحد دلوقتي عنده شركتين، يعني اكبر بطيخه نجيبها براحتنا بفلوسنا. بقول لك يا محمد احنا بقينا اغنياء، انا عايزه من كل حاجه موجوده هنا في الهايبر، شوكولاتات بسكوتات كل حاجه كل حاجه. بص الفول المعلبات الزيت السمنه اي حاجه قدامك اللي هنجيبها، مكسرات بقى مارشميلو اي حاجه. بص هنعيش عيش، هنعوض كل اللي فاتنا. محمد افكرنا نجيب اكل القطط. ايه يا بنتي، بس احنا اصلا ما عندناش قطط. هنجيب قطط، اغنية اغنية، بقول لك نجيب قطط. يعني اصرف وبعزق؟ براحتك على الاخر، اصرف زي ما انت عايز، ما تشيلش هم حاجة خالص، انا معايا. بكرة الورث هيجي ويغطي كل المصاريف اللي احنا صرفناها، مش هنحس بأي حاجة. اه محمد افتكرت حاجة، عاوزة افشار من اللي بيتعمل في الميكرويف على طول، انا لسه هحط الدورة في الحلة بقعد استنى التيك تيك تيك بتاعتها. لا احنا بقينا اغنية اغنية. طب احنا اصلا ما عندناش ميكرويف.
نشتري ميكرويف. والفاكهة احنا ما عدناش هنجيبها كده ونقشرها، احنا هنجيب فاكهة متقشرة جاهزة على طول. احنا بقينا اغنياء، احنا لسه نتعب نفسنا في تقشير فاكهة؟ احد الحمد لله على السلامة. الله يخليك. ايه الكياس دي كلها؟ بصي انا مليت صندوق العربية ورا اكياس، ومليت الكنبة الخلفية اكياس، تمام، بس معاكي اللي كام كيس دول، فخلوهم كده ايه على رجلي لحد ما نوصل بالسلامة. طب هات عنك احطهم على رجلي انا. لا لا ما تتعبيش نفسك، انت ما تتعبيش نفسك في اي حاجة خالص، ما تتعبيش نفسك خالص. احنا ممكن ايه نحطهم هنا على الارض. انا جبت لك شنطة زي شنطة السفر كده بارقام سرية، اللي هي الشنطة الكبيرة 30 كيلو ده، عشان تحط فيها فلوس الورث كلها، علشان انا مش هبقى معاكي، تخلي بالك من فلوسك. محمد الموضوع مش مستاهل شنطه بارقام سريه، ده كله ب 2750، وهدي 50 كمان راضي الراجل بتاع الشاي. اول بقى من الاول هيبدا الطمع، هتجيبي شنطه مركب 2750، شويه شويه الفلوس كده هتتفرتك واحده واحده. لا 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 لا، انا ورثي 2750، مش في لي اخوات وفي بابايا وفي عمامي وفي قرايبي. الورث اصلا بتاعك 2750؟ ايوه. المرحومة كانت سايبة 500 جنيه ولا ايه؟ لا كانت سايبة، بس احنا كتير ما شاء الله، انت عارف ان العيلة كبيرة. انت وزعت الورث على العيلة كلها؟ اه. يعني انا حاجز لك تذكرة ب 800 ريال واشتريت نص الحاجات اللي في المير علشان تنزل تجيب 2750؟ ايوه. هو حساب المحامي كام؟ حساب المحامي 2000. يعني انت نازله مصر ومسافر وطيران رايح وطيران جاي وكل المصاريف اللي انا عمال اصرفها ديت عشان اترجع ب 750 جنيه؟ رضا الحمد لله. ايه يا بنت القناعه اللي عندك دي؟ ما انت جايب لي كل حاجه ومش مخليني محتاجه حاجه، هو ده افكر في الفلوس ليه؟ صدقي بالله لا اله الا الله، انا مش عارف الراجل في المرايه ده يرضى يرجع الحاجات دي ولا لا. روح يا شيخه منك لله. خد بس تعالى، رايح فين؟ خد تعالى، خد تعالى، انا عارفه دايما ان انت بخيل.